السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المجال الكامل. بهذا الدرس حنشوف كيف حنخلي هذا الرقم يكون دايناميك، يعني عند الضغط على الآد مباشرة يزيد للخمسة، عند الضغط على ريموف مباشرة ينقص للثلاثة وهكذا. هلأ نحن بالدرس السابق عرفنا كيف نجيب القيمة من الداتابيس الكاونت الخاص فيه. طبعا لما ندخل على أي منتج حنلاقي مثلا أنه والله صفر إذا كان مش منضاف، وإذا كان منضاف حيجيب لي الرقم أو عدد المرات اللي منضاف فيها، تمام؟ فهون مثل ما شايفين جاب لي رقم 4، حلو كتير هذا الكلام. ولكن لما عم اضغط بلس أو عم اضغط عفوا آد أو عم اضغط ريموف، طبعا مثل ما شايفين هو عم ينحذف وعم ينضاف للداتابيس، ولكن الرقم ما عم يتغير. فلحتى يتغير عم اضطر أخرج وأرجع أدخل، تمام؟ طبعا هو ما راح يتغير لأن عملت آد وريموف، فهو حيبقى تمام. اما اذا عملت اد على سبيل المثال وما عملت ريموف، خرجت ودخلت، حلاقيه صار 5، تمام. اذا انا بدي اشوف كيف عند عمليه الضغط على الريموف والاد يتغير مباشره، تمام. هلا بهي الحاله يا شباب افضل شيء انه نعمل هون فانكشن اد بهذا الشكل. هي مبدئيا طبعا هي خاصه بالفرونت اند، وريموف كمان هي خاصه بالفرونت اند، دول الاثنين تمام بهذا الشكل. واحد حيعمل لي الكاونت، تمام، اللي انا طبعا هون ضيفها count items اسمه المتغير، هيعمل له ماينس ماينس، تمام. وهون طبعا هيعمل له بلس بلس، بس بشرط واحد هون لازم نعمل، انه والله في حال، طبعا هذا الشرط محقق، في حال كان ال count items اكبر من الصفر. يعني اذا كان صفر مو معقول يعمل ماينس، صح ولا لا؟ فهي الفكره يلي انا بدي اعملها، تمام. هلا لو رحنا لهون طبعا بدنا نفعل اول شيء الاد اكيد والريموف. طالما هذا الشيء معمول بصفحه السله على ما اعتقد، الريموف والاد، صح ولا لا؟ الكارت كنترولر، تمام. وين هو معمول على ما اعتقد؟ اوكي، لا مش معمول بصفحه السله بالبرودكت ديتيلز، لانه احنا استعملناه بالكنترولر الخاص بالبرودكت ديتيلز، لانه احنا هون عم نستعمل، صح. اذا ما في اي مشكله انه نخليهم هون مبدئيا. طبعا هذا الفانكشن وهي كيف انا حشغلهم كونه انا بالبرودكت ديتيلز فيو، تمام، ما في مشكله، حلو كتير هذا الكلام. هون كارد كنترولر دوت اد، اوكي. هون كمان بنعمل على هي الحاله كنترولر، تمام، ناخذ الكنترولر وبنعمل دوت اد، انتهى الموضوع، ما في اي مشكله. نفس الشيء هون نعمل ريموف، تمام، بهذا الشكل. وأكيد 100% بالريموف وبالآد هنضيف أبديت ببساطة. هنعمل هوت ريستارت ونشوف شو راح يصير عندنا. دخلنا على اللابتوب بهذا الشكل، حضغط بلس ازداد العدد لستة وطلع لي هون تم إضافة المنتج. بضغط ماينس قلل العدد للخمسة وتم إضافة المنتج. بنزل 4 3 2 1، شايفين بهذا الشكل كل أمور تمام، صفر. لو ضغط على تحت هلأ أكثر من مرة على الماينس حيبقى صفر، لأنه أنا حاطط الشرط لا يجب ان يكون اكبر من الصفر، ولكن هي حتظهر لانه لسه عم يعمل ريكوست على الداتابيس. هلا حل هي المشكله حتى عشان ما يعمل ريكوست على الداتابيس اذا كانت صفر ويقعد يعمل حذف وهي اصلا مش موجوده. فالحل لهذا الموضوع عشان نوفر ريكوست ما له طعمه، بنروح على البرودكت ديتيلز، تمام، وبعمل الشرط ممكن هون. يعني انا ممكن هون حرفيا اعمل الشرط كامل، او ممكن ضيف هاي كامله، شايفينها هاي ما في داعي اضيفها هون، هخليه تنضاف بالاد. وهي كمان ما في داعي اضيفها هون، هخليه تنضاف في الريموف هي، يعني عشان ما نعمل اكثر من فانكشن بنفس الفانكشن، عرفتوا كيف؟ او عشان ما ننفذ اكثر من فانكشن هون ونلخبط الموضوع، نخلي صفحه الفيو دائما فيها اقل لوجيك، لان اللوجيك لازم يكون دائما بالكنترولر. فنحن حنعمل كنترول سي، حننسخ هذا ونشيله، حننسخ هي ونشيله بهذا الشكل، ونروح على الاد نضيفها هون بالاد مباشرة، تمام. فهون حنعمل نحن هنلصق الأولى، لا مش عايزين هي، عايزين الاد، هي الاد، تمام.
طبعا هو ما في داعي للكنترولر لانه اصلا موجود بالصفحه، موجود هون مباشره هو اصلا، وهون كمان ما عاد في داعي للكنترولر، يعني حتى وفرنا، شايفين صار شكله اجمل بكتير، مو بس انه نقلنا، لا وصار شكله افضل صراحه. وهون طبعا حنضيف الديليت، نروح بنجيب الديليت هي هي، اوكي تمام، هنشيل هي وحنشيل هي عشان ما يعمل ريكوست ما له طعمه، ومنش شكل الصفحه صار اجمل صراحه. نعمل هوت ريستارت هلا وبنشوف، نروح على اللابتوب مبدئيا، نعمل بلس، شايفين الامور تمام، نعمل بلس مره ثانيه، الامور تمام، العدد 2 هلا لازم يكون حتى نتاكد انه الامور صحيحه، نعمل هون ريفرش، فعلا العدد 2 3 شايفين ماينس 2 بهذا الشكل، اذا الامور كلياتها تمام. طبعا انا فيني اعمل لودنج، يظهر لودنج يعني لما اضغط ار، لانه في وقت عم بيتم اصدار، يعني في وقت لزياده، تمام. لما انا بعمل ار حب يتصل بالداتابيس بعدين عم يظهر لي، طبعا ممكن انا اظهر لودنج اذا انا حابب، انا مبدئيا حاتركها هيك ما في داعي للودنج، ولكن انت ممكن تعمل هذا الشيء، تعمل لودنج خفيف عند الضغط، يعني كل ما تعمل هون اد ممكن مثلا تشغل من خلال الستاتس ريكويست، ممكن تشغل اللودنج اذا انت حابب، هذا الشيء بيرجع لك، وطبعا ممكن نعمل هذا الشيء بالمستقبل. نكتفي بهذا القدر هذا الدرس، نتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، اشتراك بالقناه، تفعيل الجرس، واللي طبعا عنده قدره على الانتساب اللي دعمنا بنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.